قال رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي أن الرئيس السيسي وجه بوضع تصور متكامل لتطوير منطقة آثار سقارة والعمل على توفير الخدمات المختلفة التي يحتاجها السائح الزائر لتلك المنطقة. كذلك خلال اجتماع عقده اليوم لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بعدد من المشروعات التي تنفذها وزارة الآثار، وذلك بحضور خالد عناني وزير الآثار، حيث أكد رئيس الوزراء على أهمية الانتهاء من تنفيذ مشروعات التطوير والترميم للمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية وفقا للجداول الزمنية المحددة لها، بما يسهم في نمو حركة السياحة الوافدة. للمزيد ينضم إلينا هاتفيا الآن الأستاذ مصطفى وزير الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار. أستاذ مصطفى، بعد التحية، يعني الأهمية الخاصة لهذه المنطقة المهمة، منطقة سقارة الأثرية. مساء الخير يا أستاذ آية، ومساء الخير للأستاذ المشاهدين، وكل سنة وحضراتكم طيبين. دولة رئيس الوزراء بيهتم باهتمام غير عادي ومشخوص طبعا بالمناطق الأثرية كلها. الحمد لله، برضو تذكرة لحضرتك والسادة المشاهدين انه بمجرد تولي الحقيبة كرئيس مجلس الوزراء، كان اول زيارة تاني يوم على طول كان المتحف المصري الكبير ومنطقة اثار الاهرامات. ويوم 1/1/2019 مع بداية السنة شرفنا دولة رئيس الوزراء بزيارة الى منطقة سقارة، وتفقد فيها الاكتشافات الحديثة، وتفقد فيها المنطقة الاهرامات الخاصة هرم زوسر المدرج وبعض المقابر المحيطة. ووجه دولة رئيس الوزراء بتطوير المنطقة بالكامل، وتلاحظ لسيادته انه ما فيش يعني الخدمات المقدمة للسائحين بالدرجة الكافية، زي مثلا كافيتريات، زي تواليتات، زي الكلام ده كله. فأوصى دولة رئيس الوزراء بتطوير هذه المنطقة بالكامل من ناحية كافيتريات، من ناحية تواليتات نظيفة، من ناحية مسارات ممهدة وسهلة للسائحين الزائرين للمنطقة. كذلك كان في هذه الزيارة محافظ الجيزة، وكان تحدث معه على تطوير برضو الطرق المؤدية إلى هذه المنطقة الأثرية، وخاصة أن منطقة أثار سقارة فيها أقدم هرم مبني من الحجر اللي هو هرم زوسر. بنتكلم على مجموعة أهرامات تعد الأكثر على الإطلاق في جبانة منسى. بنتكلم على منطقة في منتهى الأهمية أثريا وسياحيا على مستوى العالم. فوجه دولة رئيس الوزراء بسرعة تطوير والانتهاء كمان من ترميم هرم زوسر، بحيث أنه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في خلال النصف الأول من عام 2019 يفتتح وينتهي أعمال الترميمات به بالكامل، بجانب المقبرة الجنوبية اللي أوصى برضو دولة رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من أعمال الترميمات الجارية بداخل هالمقبرة الجنوبية. طيب دكتور مصطفى، يعني بخبرتك الأثرية، يعني أريد منك توضيح أكثر للطبيعة المختلفة التي تتمتع بها منطقة سقارة في مصر عن باقي المناطق الأخرى الموجودة في جمهورية مصر العربية. منطقة سقارة تعتبر برضو جزء من جبانة منسى اللي بتمتد من أبو رواش شمالا وحتى دهشور جنوبا. لكن أهم ما يميزها زي ما قلت لحضرتك في البداية، إنه فيها أقدم بناء حجري ألا وهو الهرم المدرج الخاص بالملك زوسر مؤسس الأسرة الثالثة. بنتكلم على مجموعة مقابر تعد الأقدم والأهم اثريا على مستوى الجمهوريه. شاف ان دي استمع لشرح طبعا مفصل من معالي وزير الاثار الدكتور خالد العناني عن اهميه هذه المنطقه، عن اهميتها اثريا وسياحيا. فكان في تعاون غير عادي، توجيهات دوله رئيس الوزراء بسرعه الانتهاء من اعمال التطوير، من اعمال الترميم، من اضافه مزارات ومناطق اثريه جديده تضاف على الخريطه السياحيه. أشاد بافتتاح المقبرة الخاصة بمشروع اللي احنا كنا فتحناها من عدة أشهر،
كانت مقبرة جميلة جدا، كانت مغلقة من ساعة اكتشافها في نوفمبر 1939. والحمد لله الحمد لله الحمد لله ان منطقة آثار سقارة تعد واحدة من الأولى المناطق الجاذبة للحركة السياحية. الحمد لله انه في نشاط بتشهده طبعا وزارة الآثار على مدار السنتين الأخرى من افتتاحات ومن اكتشافات، دي لفتت أنظار العالم على أهمية الدور اللي بتلعبه وزارة الآثار في تنشيط الحركة السياحية وعودتها كسابقة فترتها قبيل الثورة حتى لغاية 2010 تقريبا. هل في تنسيق ما بين وزارة الآثار وكذلك السياحة وأيضا الثقافة بعد ذلك؟ احنا طبعا مما لا شك فيه ان هي دي منظومة مكتملة الأركان. وزارة الثقافة مما لا شك فيه انه في بعض الإيفنتات الخاصة، الأحداث الخاصة في وزارة الآثار، وليكن مثلا تعامد الشمس على أبو سمبل، كانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة كانت من أوائل الناس اللي أبدت استعدادها لمساعدة الآثار لإظهار الحدث ده بشكل عالمي. وزارة السياحة متمثلة برضه في هيئة تنشيط السياحة، الحقيقة ما بيتأخروش معانا في حالة إن إحنا بنطلب منهم حاجة، فالحمد لله الحمد لله في تنسيق كامل ما بيننا. وبالنسبة لوزارة السياحة؟ أنا بتكلم على وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، الاثنين مع بعض برضه مكملين للعمل بالدور اللي بتلعبه وزارة الآثار في عودة حركة السياحة الثقافية لسابق عهدها. دكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المشاركة والتفاصيل.